هاتف الإسلام هاتف الإسلام بين الأرض نادى والسماء غرق المحراب من جرح علي بالدماء صاحي هذه صاحي هذه ليلة الجرح إذا شئت اليقين فالهدى فالهدى سر تجلى بأمير المؤمنين وهو في المحراب ضيف وهو في المحراب ضيف عند ذي العرش مكين فانهلوا من مجتباه إنه عقد الولاء تسأل الساعة تسأل الساعة منديها سؤال المستريم ومضى في استوار رب الكعبة الغراء يقول وإذا جبريل بالويل ينادي ويجول هدمت والله هدمت والله أركان الهدى بح النداء هدمت والله أركان الهدى بح النداء يا مصابا يا مصابا لم يزل يدمي قلوب المسلمين ردد الكون به إذ راح جبريل الأمين هاتفا شلت يمين ابن المرادي اللعين فاندبي يا أمة الإسلام خير الأوصياء يا مؤمنين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابة